صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما السنة في ختم القرآن في كم يوم؟ وهل من يختم في أكثر من شهر يكون من هجران القرآن؟ أقل شيء ختم القرآن في كل شهر، كل يوم جزء، وإن ختمه في كل 10 أيام أو في كل 7 أيام أو في كل 3 أيام فهذا أحسن. نعم.